فده كان الكلام في السياق ده. طب كويس انت توضح. معايا كابتن ابراهيم ابو جريشة. احنا كنا انا بس نفسي اسمعها منه بقى. لان انا احترت. هو بيبعت يقول لي رسائل. انا كتبت ان ده سباب جماعي وشمريخ جماعيه. واللجنه بتقول انه لا ما كتبش كده، ده كتب ان شمروخ واحد. مساء الخير يا كابتن ابراهيم. مساء الفل يا حبيب قلبي. ازاي حضرتك؟ ازيك انت حبيبي؟ سمعت ازيك يا ابراهيم؟ اتفضل. سمعت سؤال الكابتن عدلي؟ كابتن عدلي اخوك كبير واستاذي، وانا اعرفه بقالنا اكثر من 20 سنه. وانت كابتن احمد نفس الكلام، وانت عارف مكانتك انت وكابتن عدلي. طب طبعا. الاهلي كمان، وانا بقولها على مستوى العالم العربي حتى. طبعا انا معروف انت رجل فاضل وجميل. صل على النبي. هل بالفعل انت كتبت؟ قال لك صل على النبي هيحكي. عليه الصلاه والسلام. اتفضل. انا جوز اختي كلمني قال لي المهندس عدلي القيعي بيهاجمك في التلفزيون. مش بيهاجمك. لا 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 استنى خليني انا اوضح. لا خالص لا لا لا. ما حد برضه، ما هي المشكله في مصر قالوا له، انا دايما بقولها قالوا له. الكابتن عدلي قال انا هخش في الموضوع على طول. يا ريت. سيبك بقى من جوز اختي وجوز اختك. بلاش. يا كابتن احمد. الساعه 9 الصبح انا بعت الفاكس بتاعي. ايوه. مكتوب فيه ايه؟ اقول لك انا حافظه. ايوه. انا من كتر الكلام والمكالمات اللي جات لي والله العظيم حطيت التقرير جنبي على السرير. نعم. اتفضل. نمره واحد. نعم. جمهور بتروجيت. اي كره فاول يا كابتن. مشتركة على الزمالك. شتيمة في فريق الزمالك وخسرنا شيكابالا. ادي اول ملحوظة عن الكتم. نمرة اتنين، لما نادي الزمالك جاب هدف التعادل بعد من جمهور الزمالك ولع الصواريخ دي او اللي بيسموها شمريخ زي ما اتفقوا. نمرة تلاتة، لما نادي الزمالك جاب الجول الثاني نزل أربعة من جمهور الزمالك باسوا اللعيبة بتوع الاحتياطي لعدكة البدلاء بتوع نادي الزمالك. وطبعا كان ضباط الجيش موجودين والشرطة والمنظمين وخرجناهم. ادي اللي حصل. سمعت السيد رئيس اللجنة قال لا انا ما كتبتش الكلام ده. لا لا بس اسألك سؤال اللي بعديها. نعم. وسمير بطار حكى لي عن الحوار اللي دار بينه وبين التلفزيون وبين رئيس اللجنة. قلت له لا والله انا كاتب. في ناس اتصلت بيا بس مش هقول اسمها طبعا. عشان اغير التقرير. وبعدين يا كابتن انت عارف انا راجل محترم وراجل ابن عيله. طبعا. ويمكن يعدي اسبوع لما بروح في النادي الاهلي. واخد بالك؟ والله ثلاثه هو الذي حصل. اذا انت كتبت انه كان في شماريخ؟ نعم. انت كتبت ان كان في شماريخ؟ انا اللي حاطه على السرير جنبي. طيب وكتبت انه كان في ساعتين اكون عندك مصر لبوي. لا بس سؤال بقى. كتبت شمروخ ولا شماريخ يا ابراهيم؟ والله العظيم الشماريخ او الصواريخ او كما يسمونها الشماريخ. ايوه يعني ايا كان. انا ما قلتش شمروخ واحد. لا ما هو الورقه معايا يا كابتن. طيب هل كابتن ابراهيم هل انت حضرتك؟ طيب اهو انا شايف مكتوب مدير لجنه المسابقات باتحاد الكوره. مين؟ كابتن مين ابراهيم؟ لا ما انتوا كاتبين التايتل مدير لجنه مسابقات باتحاد الكوره كابتن ابراهيم ابو جريشه. فانا لا ده مراقب. مراقب. مراقب بلجنه مسابقات باتحاد الكوره. خلي بالكم انتوا بتكتبوا حاجات. كابتن هل تقريرك اتغير؟ ده سؤال. ايوه كابتن احمد. نعم. صغير. لا 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 لا, لا يا كابتن لا لا استاذ عامر حسين قال كتب شمروخ واحد. ارجوك ما تفهمنيش غلط. هل اللي انت بعته ده هو اللي اتناقش في اللجنه ولا انا مش عايزه مجلس لجنه المسابقات. المهندس عدلي القيعي عضو لجنه المسابقات. هو اللي جابك على الكلام ده. اذا كان هم ما وروهوش التقرير. يبقى مش ذنب انا. وبرضه فاهم يعني هو جابك على السؤال ده بالذات. اذا انت كتبت على سباب جماهير بتروجيت. اي والله. على الشماريخ اللي اتولعت بهدف التعادل. نعم. وعلى نزول هدف الفوز الثاني نزل اربعه من جمهور الزمالك. نعم. بقسوا دكه البدلاء. نعم. الناس اللي قاعدين على دكه البدلاء. كابتن ابراهيم اشكرك شكرا جزيلا، الراجل واضح وامين. طب هنعمل ايه؟ ايوه مع الراجل لجنه المسابقات بيقول لك كتب شمروخ واحد عشان كده ما خدناش قرار. والراجل يعني قال لك فأنا أنا لا صغير ولا بهزر كلام جميل. ما هو مش انت سمعت بنفسك دلوقتي على الهوا اهو عشان برضو تبقى القصه محسومه. انا الحقيقه